بابا ممكن تخش معايا تحدي؟ ايه التحدي يا رودي؟ تحط فلوس تحت الكوبايه تتحداني ان انا اخدها من غير ما المسها ولا احركها. ايه ده فعلا؟ ازاي ده؟ شوف بقى انا هعمل لك ايه. طيب خلاص اي حاجه. شكرا يا بابا، دلوقتي هحطها، بس لو انا خدتها من غير ما احركها ولا المسها تكون بتاعتي. اوكي، من غير ما تلمسيها ولا تحركيها. من غير ما المسها ولا احركها. ده ازاي فعلا؟ شكرا. بالشفاء يا بابا. يا جماعه لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.